بخصوص رفع الحجر الصحي، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن اللجنة العلمية لمتابعة الفيروس ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفع جزئي للحجر الصحي. وقال الرئيس تبون أن كل القرارات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحجر الصحي ستكون علمية وليست قرارات سياسية أو إدارية، مبرزا أن أي قرار في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا. ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاقتناع بقرار هذه اللجنة العلمية، موضحا أن أساس القرار المتخذ سيكون حماية المواطن. احنا اونيساي، احنا نحاولوا بقدر الاستطاع باش محاربه الوباء هذا يكون علمي وكسوا سيانتيفيك. سي بور سا كو احنا موا بارمي لي زوتر، احنا تحت تصرف اللجنه العلميه. اللجنه العلميه عندهم روح المسؤوليه الكافيه اللي تخليك قال نفتحوا كل شيء ولا نغلقوا كل شيء ولا نغلقوا جزئيا ولا نفتحوا جزئيا ولا هذه. هذه هي سي كوم سا كو جو فوا لا دوزيام فاز. كونترالمون سكو بون سارتان، انا ما نتبع حتى دولة. احنا نتبع المشاكل تاع الجزائر مادام فيه وفيات ومادام فيه انتشار تاع الوباء ولو بحجم يعني متحكم فيه. ما قدرش نفتح كل شيء لان لو ديكونفينمون توتال يعني يتطلب حتى نفتح الجو ونفتح الحدود ونفتح 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 ما وصلنا لهاش. الفتح ولا الغلق ولا الحجر ولا جزئي ولا كلي، القرار يرجع للجنة هذه العلمية، ولازم نكونوا مقتنعين بشي اللي تقول فيه، تكونش أمور سهلة. وهذا على هذا الاساس اللي فيه اجتماع تاع اللجنه العلميه يوم السبت ان شاء الله هنا في الرئاسه مع الساده المعنيين بالامر، وناخذ القرار، ناخذ القرار تاعنا بالنسبه لمواصله. بالاخص انا شخصيا ميال الى ندير تحليل مدقق بالنسبه للفاز الاولى هذه اللي درنا.